بسم الله الرحمن الرحيم. نور الدين السمرالي، رئيس جمعية فتح الخير. الوقفة الاحتجاجية هذه اللي تمت في الطريق الوطني في حي الفتح واحد، اللي هي كتعبروا جميع الساكنة، كيعبروا على المشكل ديال الأمن، قلة الأمن. العناصر ديال الأمن كيديروا المجهودات ديالهم، ولكن حنا كناخذوا لهم العذر على أنه كاين قلة العناصر الأمنية. وكيف كتشوفوا الآباء والأمهات والنساء الآن كيحتجوا على هذا الأمر هذا ديال قلة الأمن في الفتح واحد، وحنايا كجمعية كنستنكروا هذا الأمر هذا، وحنا كنطلبوا من زيادة العناصر الأمن في هذا الحي الفتح لهذا البريغاد. ما نكروش بأن المجهودات اللي كتقوم بها رجال الدرك الملكي، ولكن للأسف كاين بعض المجرمين اللي كيتربصوا بالنساء والامهات والنساء اللي غاديين للعمل ديالهم، كيتربصوا بهم باش كيتعرضوا لهم وكينصبوا عليهم، كيحيدوا لهم الممتلكات ديالهم. وشكرا. السلام عليكم خويا. حنا دابا في فتح واحد، دابا حدانا خويا، حنا حدانا الشوك، كيتضرب لينا مول الموطور في حدا الشوك، كندي ولادنا ولينا خايفين، بناتنا في المدرسة ولا كيتلقى ليهم العيالات، ولينا كنخرجوا شي حاجة زرقاء ولينا كنخافوا، ولينا خايفين بزاف من هذا الشيء. دابا مول الموطور ولا أي واحد مول الموطور دابا ولينا كنخافوا منه. دابا بناتنا كيمشيو يقراو من المدرسة كيتلقاو ليهم في الزرقاء، دابا ولا في الشوك كيتكرفس عندنا، كاين الشوك المرة الجاية تلقى لها في الشوك. مشينا للمدرسة ونخافوا على بناتنا، كنخافوا على ولادنا، كنخافوا على روسنا. دابا السلطات كنمشيو عندهم فتح واحد، دابا حنا مشينا للسلطات، السلطات تما خاصهم يديروا معنا حل، يوقفوا معنا، قووا السلطات في هذوك البلايص الأماكن الخاويين. دابا حنا ولينا خايفين على بناتنا في المدرسة، خايفين عليهم. حنا اليوم كنطالبوا بالأمن والسلم في هذه البلاد هذه، حيت هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا راه خايب بزاف. واش بنت ولا كيشد حدا المدرسة كيدقلها راه كيغتصبها، هذا الشيء راه ماشي معقول. راه حنا دابا ولينا كنخرجوا ولينا كنخافوا، حنا دابا ما نقدروش، بالرغم من هما دابا جندرم هما حدانا، يعني ساكنين حدانا وكل شيء، يعني فينا هو الأمن؟ فينا هو؟ من ولا شيء كتلقى بزاف حنايا هنا ولاو كيتعرضوا لبنات بنت دربهم، ولات كتعرض للتحرش ومعاول دربهم، ولد دربك راه خاصو يكون بحال خوك. حنايا هنا مابقيناش لاقين راحتنا، راه بزاف هذا الشيء. عليكم ورحمة الله. هادي بغيتها من عندي صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. هاد البنت عندها بنت عندها 3 سنين ونص جاية من الخدمة، خدامة مع خرجت مع الستة، خطفها وداها وقتلها ولاحها في المنصورية. بغيت أنا السبب كيفاش من 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 الرومبا ديال عين تكي مشات للمنصورية، علاش؟ شنو السبب؟ كيفاش تقتلت؟ أنا بغيت الحق، بغيت السلطة توقف وتبان لي حقها. هاد الدرية راه مقتولة في 7 في شهر 5 وحقها باقي الآن ما بغاش يبان لي. أنا بغيت الحق يبان، أنا بغيت حقها، بغيت حقها يبان. هاد الدرية شنو السبب؟ هاد الدرية مسكينة علاش؟ ما هي من الفاسقات؟ ما هي من تا واحد؟ درية بدوية، ومعنى البدوية درويش الله يعمرها دار، وكل شيء عارفة الدوار الجديد كامل، وشدوها وقتلوها، وكيقول لي راه مشات للبحر. البنت إلا كانت غارقة في البحر ما كتخرجش بحوايجها، ما كتخرجش بحوايجها بكل شيء ليها، بسندالتها بكل شيء ليها، ومليوحه في الشاطئ، في الشاطئ ديال المنصورية في القمقم. أنا عاش الملك، وهذا الراجل ما بغى يعطيها لا حقها ولا حق بنتها. وكتمشي حتى الشركة في الخدامة، وكتمشي وكتحلف عليها، كتقول لها والله ما نخليها بك، والله تنغتصبك كما غتصبت امك بخوك،
والله تنقتلوا ليه والله لا خليته ليه لا خليتها. انا ما عرفتش الدريه خارجه تخدم على راسها وعلى بنيتها وقتلوها، علاش تموت الدريه؟ علاش كتموت الدريه؟ علاش؟ وبغيت الحق وبغيت حقي وبغيت حقي وحق بنتي وحق بنتها وحق بنتها اللي ضيعها. ما باغي يحط ما بغى يحطها ما بغى يعطيها قانونها. خرج ليها قانون، خرج ليها قانونها، خرج ليها قانونها. حكم المحكمة، حكم المحكمة، حكم المحكمة. خرج لي 20,000 ريال ما بغاش كيحطها. وهذا الراجل خدام بالسماكة، هذا الاب هذا خدام بالسماكة ما كيعرفش ما يعرفهاش تبع ريال. سماكة سماكة خدام، الله يرحمها ويسعي عليها. وإنا لله وإنا لله.